عشان انا شايف ان انت لو تقدر تعمل لنا بيبو كلوز على عينيها تلاقيها احمرت، فيعني احمرت ليه دلوقتي يا جماعه؟ ده لسه بدري قوي لا يعني، لسه لسه احنا معاك، لسه انا هنقول، مفوق لسه مفوق هنقول بسم الله رأ... يعني احنا لسه هنبتدي مفوق. فيعني مش كده يعني. مين خلفتك دلوقتي؟ قال كابتن وائل. منور يا كابتن عماد، انت وائل منور يا كابتن. ماشي ماشي كابتن عماد، يعني طبعا بيتهم يا جماعه في اي وقت يبقوا دايما موجودين فيه. وحشنا يا كابتن وائل حبيبنا يا كابتن، اشكرك جدا. ده محمد علي اسلام بيقول كابتن قول لنا ايه اكتر مباراه مرت عليك من صعوبتها؟ يعني مر علينا مباريات كتير، وكل مباراة زي ما كنت بقول لك يا اسلام مباراة صعبة، لان انت بتلعب باسمين كبار جدا، النادي والمنتخب، اي حد عايز ينول من الاسمين دول. انما دايما النهائيات كانت بتبقى هي الاصعب، المباريات النهائية دايما في البطولات انت بتبحث دايما عن المركز الاول، المركز الثاني بالنسبة لك خسارة، بالظبط. فكان دايما اللحظات دي بتبقى هي الاصعب بالنسبة لنا، الختام البطولات اللي بنلعب فيها. فكل المباريات دي كانت بتبقى صعبه جدا جدا، متساويه بالنسبه لي في الصعوبه، انما فرحتها وفرحه الانتصار بيها كانت بتعوض كل شيء. انت لعبت شويه مهاجم يعني في ماتشات ربع ساعه كده، ربع ساعه بس، ربع ساعه بس، ربع ساعه كان عنده مباراتين او ثلاث فكره مباريات. المانويل برضو اه خلي بالك لعبت يعني، ثلاث مباريات مع مانويل، ما كان جبتش بس منه هو جوان. الراجل عنده مبرر يعني، وبصراحه كان بيقنعني ان هو جابني قال لي انا الفراوده اللي كانوا موجودين عندنا كانوا كلهم قصيرين اولا، وجم في فتره من الفترات اصيبوا اغلبهم يعني، كان بيبقى موجود مهاجم واحد، فقال لي انا اخر ربع ساعه لو انا مش كسبان هلجأ للكرات الطويله من الدفاع، وعايزك تبقى موجود في منطقه الجزاء بس، العب الكره الطويله عليك وانت تشترك وبس. انما الراجل يعني كان عارف قدراتي كويس يا اسلام، مش ان انا يا عم ده انت كنت واقع في الاوفسايد بس. ايوه بالظبط. في مره من المرات كنا بنلعب الهلال السوداني وطلعنا انا واحمد السيد نلعب، يا نهار ابيض. فلقيت احمد السيد ميسي. احنا واقفين في ظهر المدافعين، فلقيت احمد السيد بيناديني بيقول لي احنا في اطلع الاوفسايد، احنا في الاوفسايد. اطلع. عارف احمد كان دمه خفيف جدا. طبعا ميسي كان مسميه ميسي مستر مانويل.